مرحب بكم مرة تانية، وخلينا ناخدكم كده في جولة سريعة لعدد من الأخبار، منها أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة والمعروف باسم عمرو 7. المشروع ده استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لكل الهيئات والإدارات التابعة للقوات المسلحة. الكلام ده حصل بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. خلينا نشوف. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي التخصصي للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو 7، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب أحمد الصيفي رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى الدعم الكامل والتوجيهات المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة، والتي كان لها أكبر الأثر في تحويل التطوير والتحديث إلى واقع ملموس امتد إلى جميع الجوانب الإدارية للقوات المسلحة. تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف التخصصات، والتي أظهرت مدى الكفاءة والتميز في تنفيذ المهام التي توكل إلى المنظومة الإدارية المتكاملة للقوات المسلحة، كما أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد العالي لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع. وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب إدارتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل، مشيرا إلى أن التأمين الإداري يعتبر أحد الركائز الرئيسية لنجاح القوات المسلحة ودعم كفاءتها القتالية. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة والإدارات التخصصية، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات لكافة الإدارات التخصصية المشاركة في المشروع أثناء مراحل العمليات. وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مؤكدا على أهمية المحافظة على التأمين الفني والإداري للمركبات والمعدات والأسلحة في الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية أثناء مراحل العمليات. كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار المهمة زي زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لشرم الشيخ وتفقده مشروعات التطوير اللي بتتم هناك، وده عشان الاستعدادات اللي بتتم لاستضافة مؤتمر تغيير المناخ COP27 اللي هيعقد في نوفمبر اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لشرم الشيخ برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين لتفقد مشروعات التطوير اللي بيتم تنفيذها في المدينة في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27 اللي هيتم عقده في نوفمبر اللي جاي. وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال توسعه وتطوير مطار شرم الشيخ الدولي لزيادة طاقته الاستيعابية لمواكبة الحركة الجوية والسياحية المتزايدة إلى مدينة شرم الشيخ، والأعمال اللي بتتم دلوقتي هتعمل على زيادة طاقة المطار الاستيعابية من 7.5 مليون راكب سنوياً ل 9.5 مليون راكب. كمان رئيس الوزراء زار منطقة نبأ وتفقد عدد من المشروعات الفندقية والسياحية الجاري تنفيذها، وكمان تفقد أعمال التطوير اللي بتحصل في منطقة رويسات لتوفير سكن آمن ومناطق خدمات ومناطق تجارية وتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة. جولة رئيس الوزراء تضمنت أعمال تطوير السوق التجاري القديم وخطة التشجير وتطوير تقسيم المشاتل بمدخل السوق،
وكما تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير مدخل المدينة من المطار مروراً بميدان السلام وميدان الصداقة، ووجه بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن. وتفقد رئيس الوزراء خلال الجولة أعمال تنفيذ محطات شحن الأتوبيسات بالكهرباء بالمدينة، واستمع للشرح عن إمكانيات المحطة المقامة على مساحة 100,000 متر مربع واللي بتسعى لشحن 140 أتوبيس بيعمل بالكهرباء. كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رجل الأعمال الإماراتي عمر عبد الله الفطيم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الفطيم. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التواصل المباشر مع المستثمرين في إطار سعي الدولة لحل كافة المشكلات الخاصة بهم وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمار.